نورتني وشرفتني. شكرا كابتن ياسر. اذا انتهى يوم جميل، انتهى بالنصر ايضا بالرغم النادي الاهلي جرب كل لاعبينه، وكان خياب الدافع ايضا لان كان النادي الاهلي تاهل بعد مباراه المرتبط، ولكن النادي الاهلي زي ما قلنا في دستوره رقم واحد، الماده رقم واحد في دستوره الاهلي بمن حضر، وايضا الاهلي فوق الجميع. انتظرونا بكره ان شاء الله الساعه 7:30 في الاستوديو التحليلي ومباراه النهائي او الجوله الاولى في نهائي مرتبط السيدات النادي الاهلي ونادي سبورتنج غدا باذن الله. شكرا جزيلا.